أهلا بكم مشاهدينا من القدس. يبدو أن العينان لا تكذبان بالفعل، هذا على الأقل ما توصلت إليه الدراسات، بأن من يكذب يصعب عليه التحكم بالجزء العلوي من وجهه، خاصة العينان والحاجبان. لذا فالعينان قد تقولا بكل وضوح أن اللسان يكذب. هذا البحث وغيره يلقيان الضوء على أهمية ما يعرف بلغة الجسد، والتي باتت فرعا مهما في علم السلوك الإنساني. نتابع المزيد في تقرير الزميلة ميرفت العزي. نعم مشاهدينا، من اليوم فصاعدا لستم بحاجة إلى آلة لكشف الكذب لمعرفة الحقيقة، فحسب دراسات جديدة يمكن التحقق من صدق من تحاورون من خلال التعبير اللا إرادية للوجه وحتى اليدين. بقدر ما يعرف، بقدر طبعا الكذب، يعني صحيح إنه حبل قصير وبنكشف بسرعة، بس يعني الواحد بيقدر يكذب، فن يعني الكذب في منه فنون. هل صحيح فعلا أن الكذب فنون وأن الشخص يستطيع الكذب دون أن يعلم أحد بأنه يكذب؟ هكذا تقول أمل سليم، والتي تجد أن الكذب قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. أحيانا لما يكون الواحد مضطر وعنده يعني حالات معينة أنه ما بده ينضر أو ما ينزعج، فبضطر يكذب، يعني كذبة بيضة. ولكن لا شك أن البعض يعتقدون بأنه من السهل جدا كشف الكذب من خلال سلوكيات الكذب. أول شيء بكذب بضحك، ثاني شيء بحلف بالله. بضحك، بتطلعش بوجه الواحد وهو بكذب. هي ليست مجرد تخمينات أو توقعات، ولكن وبحسب دراسة نشرت مؤخرا أكدت هذه الدراسة النفسية أن العديد من المظاهر اللا إرادية تدل على ممارسة الشخص للكذب، فلا يشعر بها صاحبها لأنها تتم بشكل عفوي، وبأن العضلات العلوية للوجه تكشف الكذب أكثر من العضلات السفلى، والتي يسهل السيطرة عليها بعكس العينين والوجنتين، واللتان تكشفان الكذب فورا. هذه بترجع على موضوع العضلات، في هناك عضلات إرادية في الوجه وخاصة في الجزء العلوي للوجه، يعني تحت العينين الوجنتين هون، لما الإنسان بحاول يكذب بصير عنده، طبعا أنها هي بالأساس هي حركات يعني لا إرادية عضلية لا شعورية ولا يمكن السيطرة عليها. ولكن حتى وإن أصبح كشف الكذب أسهل مما مضى عن طريق مراقبة التعابير في الوجه أو اليدين، إلا أنه بحسب متخصص لعلم السلوكيات هناك بعض من تمرسوا على الكذب وأصبحوا يتقنونه أكثر من غيره. عادة بسيطر عليها الناس السياسيين اللي تدربوا على الكذب، فالسياسيين بيحاولوا يسيطروا على هذه الأوضاع، أما الإنسان العادي من الصعب جدا يسيطر. لذلك أيا كنتم أزواجا أم أصدقاء، زمن الكذب قد ولى وأصبحتم تحت طائلة المكاشفة. لليوم على الحرة، أنا ميرفت العزة من القدس. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالسيد جابرييل رعام، الخبير والمحاضر في موضوع لغة الجسد. أهلا وسهلا فيك معنا. في البداية أود أن أسألك سيد رعام، كيف يمكن بالفعل معرفة أن الشخص الذي أمامنا يكذب، وخاصة من الجهة العلوية من الوجه، العينين والحاجبين؟ نحن نسيطر على الجزء السفلي بشكل أفضل لأن له علاقة بالكلمات، أما العينين فليس لهم علاقة بالعواطف، كل الوجه له علاقة بالعواطف، العيون لها علاقة بروح الإنسان. لهذا السبب إذا كان هناك أسف أو شعور بالخسارة ترى هذا بالعيون، وعلي أن أقول أن النساء يعطون أهمية أكبر للعيون أكثر من الرجال، لهذا السبب هناك الكثير من الرجال الذين يعني. طب في إشارات أخرى يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الكذب في حركات الجسم ككل، اليدين، كل الجسم؟ نعم، هناك إيماءة أعتبرها كلاسيكية وهي معبر عنها عندما أتحدث إليك، مثلا عندما أقول أنا لا أحب الشوكولاتة، هذا شيء نموذجي، مس الأنف.
والسبب هو عقلاني. لا أحد يشعر بالراحة عندما يكذب أو تكذب، ولدينا ميل لتغطية الفم عندما نكذب. عندما تكذبين تشعرين بحكة بسيطة في الأنف، مما يسمح لك بإعطاء سبب لتغطية الأنف. انظري على الأطفال عندما يكذبون فيقومون بتغطية الأنف والفم. طب لأي مدى ممكن الاعتماد على هذه الحركات على أنها بالفعل تدل على الكذب أو أننا لم نكن صريحين؟ لا أعتقد أن بإمكاننا الاعتماد على ذلك، لأن هناك أناس يجيدون الكذب وأناس يتجمدون أو يجمدون العضلات. من الصعب قراءة هؤلاء الناس، ولكن حقيقتي أن هذا الشيء غير كامل لا يعني أننا غير مضطرين لاستعماله. في حياتنا اليومية الكل يحاول التغلب على الشخص الآخر ويستخدم الكذب كآلية، خاصة السياسيين. إذن تحتاج أن تستعمل آلية الكشف عن الكذب، وإلا فأنت عند منعطف هام وتستدير إلى اليمين بدلا من اليسار. أنت تحاضر أيضا في موضوع كيفية معرفة الشخصية عن طريق السلام باليد، تحكي لنا أكثر عن هذه الطريقة. نعم بكل سرور. نحن نلاقي الناس كثيرا ونسلم عليهم. هل أبرهن لك على ذلك؟ الإثبات أن الكثير من الناس خاصة النساء يحكمون على الآخرين من خلال المصافحة. لو كانت المصافحة خطأ ربما لا تحصلين على الوظيفة. هل أبرهن على هذا؟ لن نستطيع أن نقف. We can't stand up, but you can just keep sitting. تستطيع أن تبقى جالسا وتسلم عليه. نحن لا نحب هذا النوع من المصافحة، حيث لا تعطي اليد حتى النهاية وإنما جزء من اليد. ولكن أيضا لا نحب أن نضع اليد بهذا الشكل بطريقة ضعيفة، اسمها السمكة الميتة. ولا نحب أن تكون اليد فيها عرق، خاصة إذا فعلت هذا. إذن أفضل مصافحة هي أن تضعي اليد بعمق في راحة اليد الأخرى، وأيضا عدد المرات التي تهزين اليد فيها هذا له أهمية. هناك من لا يتوقف عن هز اليد، وهذا فيه مبالغة، وهذا نوع من هناك النوع الآخر وهو المصافحة الباردة. هذه العواطف تظهر عدد يعني المرات، والأفضل ثلاث مرات. أعطيني يدك. إذا التقينا في شخص ونريد أن نريه أننا سعيدين بلقائه، يجب أن نسلم عليه بهذه الطريقة ونعمل 1 2 3. طب هاي تب حلو، هاي كتير نصيحة جيدة. طب أنا بدي أسألك كمان سيد راعم، بالنسبة للكتابة، يعني في أحيانا عن طريق الكتابة بطريقة كتابتنا ممكن نعرف عن شخصيتنا، لأي مدى هذا كمان ممكن يعرف عن شخصية الإنسان؟ لا تمام، it's good. هل هو منفصل؟ السلك منفصل؟ يبدو أنه لا يسمع الترجمة. I was talking about graphology and how much you can know about the personality of a person from the way that he is. وهل يمكن أن تعرف عن الإنسان من خلال خط اليد؟ خط اليد هو امتداد للغة الجسم، وهو يعطينا فكرة عن الشخص. لغة الجسم تعطينا فكرة سريعة. يمكن أن تجلس مع خط اليد وأن تتعمق في الأمر. لا أحب أن أقول أن الإنسان مثلا من خلال خط يده نعرف أنه كان مريضا بمرض عضال لثلاث سنوات مثلا. هذا يعطيك فكرة ولا يعطيك حقا تكون إله. المهمة سيد جابرييل راعم، الخبير والمحاضر في موضوع لغة الجسد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أهلا فيك مشاهدينا. فقرة رياضية بعد الفاصل، وفيها صواريخ على